الإصلاح في بير المقرين، مناضلي حزب الإصلاح في عبد البقرو وفي جذر المحقم وفي العبلي وفي حدودنا المختلفة. نحن في هذه الليلة قررنا أن نفتتح حملتنا الوطنية في انتخابات 2023 تحت الشعار بأن الإصلاح خيار مستنير. الإصلاح خيار لشعبنا في الانتخابات الديمقراطية المستنير. الإصلاح خيار مستنير لأنه أراد خدمة هذا الشعب أولاً، ومن أجله نناضل. الإصلاح خيار مستنير لأننا اخترنا الإصلاح كخيار لا رجعة فيه. نعم، نحن في هذه اللحظة التاريخية قررنا أن نشارك مشاركة جادة في إفراز طبقة سياسية نظيفة اليد واللسان، نظيفة اليد واللسان، تمتلك من القوة لتشكل فعلا قوة إصلاح وليس بالتمني. أن تمتلك لذلك الشجاعة وأن تمتلك لذلك الخبرة في مواجهة الفساد. نحن نعرف وداركين أن معركة الإصلاح معركة ما هي سهلة، لأن قوة الفساد قوة منتظمة وعندها ياسر من النهرية. غير نحن قررنا أن ندخل مع قوة الفساد مواجهة مفتوحة من أجل موريتانيا أولا، ومن أجل دعم برنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي اختار الإصلاح خيار لا رجعة فيه. هون نحن متكلين على مولانا ومتسلحين بالإيمان وعارفين عنا مجهود الإصلاح يستحق هذا الشعب، وعن هذا الشعب مل من الفساد، مل من الحكامة الخاطئة. هذا الشعب مل ومل ويتكون عنده الأمل عن هذا الشعب يستحق دولة القانون، هذا الشعب يستحق دولة المؤسسات، هذا الشعب يستحق أن يكون المسؤول فيه مسؤولا، مسؤولا أمام الله، مسؤولا أمام القانون. هذه هي خيار الإصلاح. نحن نستفيد ونأخذ من توصية فخامة رئيس الجمهورية إلينا في رسالته القادمة إلينا في هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ البلد، ونعد بأننا سنكون إلى جانب هذه القيم الفاضلة الذي بشر بها وأوصى بها، بأننا سنعمل اللعبة الديمقراطية ونشارك فيها بنزاهة. لا نستخدم الخطابات غير المشروعة، فلن نستخدمها أبدا من أجل التصويت ومن أجل الفوز في الانتخابات الخطابات القبلية ولا الجهوية ولا الشرائحية ولا الفتاوى الدينية. فسنكون متمسكين بخيار الإصلاح من أجل الديمقراطية المستنيرة، من أجل بناء دولة القانون، من أجل بناء موريتانيا التي نطمح إليها. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله.